مساء الخير أصدقائي. هلا أصدقائي وحبايبي، رح بلش ببعض الأسئلة اجتني اجتني بالتعليقات، وحابب يعني أقولها بفيديو لحتى الكل يستفيد من هذا الفيديو. تمام أصدقائي، لو فيديو قصير معلش. هل ممكن السوري يتم رفضه بهولندا كاللجوء؟ طبعا ممكن، في كتير حالات تم رفض اللجوء السوري، ولكن أصدقائي بيقدر يعمل استئناف. هلا بتمنى من الأشخاص اللي تعرف أشخاص تم رفضهم تكتب لنا تحت بالتعليقات، او المتابعين اللي تم رفضهم اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو هو السبب لحتى الناس تعرف شو تساوي، يكون عندها معلومات الكافيه. ولكن السوري ممكن يتم رفضه، اوكي، في كتير حالات. هلا هل ممكن يصير في فصل ملف بهولندا؟ يعني اي شخص بيقدر يفصل ملفه بهولندا، في اكيد فصل ملف، ولكن هلا بالوقت الحالي في ناس عم تتاخر، يعني عم تصعب عليها فصل الملف. تمام اصدقائي، بس في فصل ملف، وفي سوري ممكن كمان يتم رفضه بهولندا حتى لو كان دولة غير آمنة. في حالات او موظف الاي ان دي ما بيقتنع بالقصة، او في يعني نوعا ما اسباب لحتى يتم رفض اللجوء للسوريين. تمام اصدقائي، هلا حابب بس اذكر للناس ايمت القرار النهائي لتشكيل الحكومة بهولندا، على اساس حسب ما صرح رونالد بلاستر الكشاف انه باوائل شهر فبراير 2022، يعني تقريبا شهرين، لانه هلا صراحه هن باجازه، الاحزاب كلها باجازه، او بشكل عام هولندا باجازه عيد الميلاد. ولكن اصدقائي القرار النهائي حسب ما قال رونالد بلاستر هو باوائل شهر فبراير 2024. هلا هل نحن مجبرين على التعلم اللغة الهولندية إذا كنا لاجئين؟ طبعاً أنتوا لازم تتعلموا اللغة الهولندية، مجبرين تتعلموا اللغة الهولندية، لأنه بدون اللغة الهولندية أو الإعفاء فما فيك تقدم على الإقامة الدائمة أو على الجنسية. ولكن أنت لازم تتعلم اللغة الهولندية، إذا هون أنت ما تعلمت فممكن تحصل على الإعفاء أصدقائي، ولكن أنت مجبر تتعلم اللغة الهولندية. يعني اللغة الهولندية لإلك، مو لإلي ولا لغير حدا، انت اللغة الهولندية لإلك لحتى تتعلم كيف تمشي امورك، انت تتعلم القانون الهولندي، تتعلم تندمج مع الشعب الهولندي. تمام اصدقائي، انا بس كنت حابب احكي هالكم معلومة، هالكم سؤال. طبعا يلي عنده اي سؤال اي استفسار اكتب لنا تحت بالتعليقات. برجع لهون، اول شيء لهون خلصوا الاسئلة المعلومات، رح انهي الفيديو ب تنعاد عليكم بالصحة والعافية والبركة، وتكون سنة 2024 خير على الجميع، وتحققوا كل أمنياتكم يا رب أصدقائي. مني لكل إخواتي وحبايبي ومتابعيني شكرا لكم، وعلى الدعم وعلى التفاعل أكيد. وإذا أول مرة بتشوفنا كل عادة لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نقدر نستمر بهذا المحتوى. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.